الاتحاد الأوروبي يطلق برنامج الدعم الاستراتيجي للمجتمع المدني بالمغرب كفاعل رئيسي في صياغة وتنفيذ وتتبع وتقييم البرامج والسياسات العمومية كما هو منصوص عليه في الدستور المغربي. برنامج يعكس الالتزام المتبادل بين المغرب والاتحاد الأوروبي الرامي لتمكين المجتمع المدني من الآليات التي تمكنه من لعب دور مركزي في ديناميكيات المجتمع. البرنامج تبلغ ميزانيته 100 مليون درهم موزعة على 3 محاور أساسية. الهدف الرئيس هو دعم ومواكبة مختلف فعالية المجتمع المدني بالمغرب في 6 مجالات أساسية تعد أولوية مشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، سواء تلك المتعلقة بالولوج للعدالة أو حماية حقوق الأشخاص في وضعية صعبة. هذا المشروع اللي كيتغيا وكيهدف للتقوية ديال القدرات ديال المجتمع المدني، خاصة من خلال الدعم ديال الحوار بين مختلف الفاعلين، خاصة مع الدولة ومؤسساتها ومع الجماعات المحلية، من أجل المساهمة في تطوير 3 ديال 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 القطاعات ولا ديال التيماتيك. الأولى اللي عندها علاقة بالحكامة، تعزيز حكامة قطاعية أكثر تشاركية ودامجة، غاية سامية للبرنامج ليس فقط على مستوى إدماج فعال لمنظمات المجتمع المدني في الصياغة وتنفيذ وتتبع وتقييم البرامج والسياسات العمومية والمالية، لكن أيضا على مستوى دعم أنشطة الجمعيات في شتى المجالات. برنامج حوار يندرج ضمن برنامج الدعم الاستراتيجي للمجتمع المدني المغرب اللي تم إطلاقه من طرف الاتحاد الأوروبي على مدى 7 سنوات منذ حسب خريطة الطريق 2021-2027، وتم إطلاقه في 2022 بالضبط في يونيو 2022، وهو برنامج يضم بالإضافة لبرنامج حوار برنامج أمسو بغلاف مالي يتراوح بين 700 ألف و2 مليون درهم. استفادت 20 منظمة من المجتمع المدني في المغرب من منح مالية في إطار البرنامج الاستراتيجي للمجتمع المدني، من بين جملة أهدافه تحسين القدرات التنظيمية وحكامة المجتمع المدني.